سريعا كده الفقرة دي انت هتقرا وتجاوب، انا مش هقرا. ماشي اتفضل. قلت ان الاهلي سبب في رحيلك عن لجنة حكام، غير صحيح، ما قلتش كده اطلاقا. اللي بعده. لا اقرا السؤال. قلت ان كلاتنبرج جامل الاهلي في ازمه مباراه فاركو، ما قلتش كده اطلاقا، انا بتكلم على تحليل تحكيمي للمفروض خبير، وهو ليس خبير في الفار ولا في التحكيم. اللي بعده. قلت من يصلح للتحليل التحكيمي في مصر هم اتنين فقط. اه قلت ده. مين هم؟ لا ما اقدرش اقول مين اللي هم. اللي بعده. قالوا لك في اتحاد الكوره هنجيب خبير اجنبي يخبط في الاهلي والزمالك. لا مش يخبط، يتلطش من الاهلي والزمالك. يتلطش. وانت ملك زمالك. رفضت طبعا. اللي بعده. قلت ان لك شروط عشان ترجع تمسك لجنه الحكام مره اخرى. انا لا راجع تاني، انا كنت اعتزل التحكيم تماما هذا العام لولا ارتباط بالاخوه في الامارات الشقيق، ان انا اكمل معاهم مشروع معين، فهكمل لنهايه الموسم وهعتزل كل شيء. اللي بعده. كل شيء. قلت ان بعد رحيلك ستفشل منظومه التحكيم في مصر. مش ستفشل، قلت بس ستنضر، هتضر بشكل كبير، وده اللي حصل فعلا. اللي بعده. قلت ان استمرارك في لجنه الحكام قبل قدوم كلاتنبرج اسوأ قرار في حياتك. صحيح صحيح. قالوا ان كلاتنبرج تواصل معاك قبل توليه المسؤوليه وانك رفضت التعاون معه. ده واضح 100%، ده حصل 100% وبأدلة ومستندات، وكمان اتحاد الكورة أعلن وطلع بيان إن هناك لقاء ما بين عصام عبد الفتاح وكلاتنبرج، وأنا طبعًا رفضت. اللي بعده. قلت إن تعيين محمد الحنفي قرار خاطئ، ومباراة بيراميدز والمقاولون سيتم إعادتها. قلت هذا الكلام بس بشرط إن يكون الحنفي ما جريش فيفا فيتنس تيست، اختبار الفيفا اللياقة البدنية، لو ما جروهوش 100% تعادل المباراة وفقا للوائح. هو جراه؟ لا ما جروش. اللي بعده. قلت ان بريرا اسوأ من كلاتنبرج في لجنة الحكام. دي حقيقة. ليه بقى؟ بريرا طيب. كلاتنبرج يلعب بالبيضة والحجر، فلما يطلع قدام الرأي العام يقدر يضحك على الناس بكلامه يعني. اللي بعده. قالوا انك تسببت في استبعاد جمال الغندور من عضوية لجنة الحكام العربية. مستحيل، لان انا ما دخلتهاش ابدا، فازاي هستبعده وانا اصلا ماليش حتى علاقه بالاتحاد العربي؟ يعني اقل واحد تم تعيينه في الاتحاد العربي كان عبد الله. قالوا انك رفضت استخدام خبير اجنبي للحكام خلال وجودك عضو مجلس اداره اتحاد الكره. الحمد لله ان انت كنت معايا في الدورتين ولم يطرح هذا الموضوع. صح ولا غلط يا سيف؟ انت اللي تجاوب. انت قلت قرار ان انا اعتزلت التحكيم في مصر واعتزل كله. طيب هسألك سؤال ما كانش ينفع ترد عليه غير لما تقول لي كده. يعني ما فيهوش هروب عشان ما نروحش ونيجي. قول. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ على فكره الانتماء ملوش علاقه بالاداء. انت بتقول كده عشان اعتزلت التحكيم؟ لا لا، عشان خلاص يعني انت بره منظومه. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ بص مش هتوديني وتجيبني. لا لا لا، انا هجاوب بسؤال والناس هتفهم. انا زي ما اتولدت مسلم اتولدت اكيد، وكل الناس اتولدت بتشجع اهلي او زمالك. تمام. انا ميولي كانت قبل عملي في لجنه الحكام ميولي للناس اللي بتكرهني وبتهاجمني دلوقتي، وزمايلي لعيبه الكره اللي لعبوا معايا يعني انت اهلاوي. انت اللي بتقول. انت كنت قلت انا اسرتي 95% بتشجع الاهلي، دي حقيقه يعني. انا بقول قدامه وانا ما بكذبش على فكره. تمام. ما عدا محمد ابني بيشجع الزمالك، وده لها قصه لما كنا رحنا معسكرات الحكام. يعني لما بيشتغل ماتش الاهلي والزمالك حرب بتقعدوا كلكم في حته ومحمد في حته. يعني ايه في حته ومحمد في حته؟ يعني انتوا تقعدوا قدام تلفزيون ومحمد في تلفزيون. انا اوقات عشان انا بقيت حكم ومحايد بعد ما بينهم. لا انت بتقعد مع التلفزيون مع الناس الثانيه. ياما في الحبس مظالم، بس خلي بالك عمري ما جاملت حد في حياتي. واكتر رئيس لجنه يعني ايه اتهاجم واكتر رئيس لجنه في تاريخ التحكيم المصري اشتغل بكل امانه. وجيه احمد اتظلم؟ طبعا. وجيه احمد من القامات الكبيره في التحكيم المصري. القامات الكبيره. عزب حجاج من القامات الكبيره، بدليل انه رجع. كان مشي ليه؟ عاوز اقول واحد بس ان بنساه دايما يعني، فيسامحني.
فهيم عمر. قيمة كبيرة فهيم عمر. فهيم عمر يضاف إلى سمير وياسر من الشخصيات المحترمة اللي عينها في التحكيم رائعة وأمين جدا جدا. بشكرك كابتن، شرفتني حبيبي مرتيني. حبيبي يا سيف، انا بشكرك. خلصنا حلقتنا النهارده مع كابتن حسام فتاح، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده مع الكابتن احمد شوبير، نشوفكم على الف خير.